كونفيجرنج ايه؟ ترانك. اهوت وايه نشوف كده كونفيجرنج ترانك ايه. بيقول لي اول حاجه كونفيجرنج ترانك، روح على الجيجا 0 على 1 والجيجا 0 على 2 انترفيس في سويتش 1 وخليهم ترانك. ماشي حاضر. هدف اس 1 اهو، اخش اهوت على انيبل انيبل اهو، وبعدين كونف تي، وبعدين هقول انترفيس رينج جيجا 0 على 1 داش 2 سويتش بورت مود ايه؟ مود ترانك. تمام. وبعدين بعد كده بيقول لي ايه بقى بعد كده؟ بيقول لي بعد كده اعمل فيلان واحد فيلان 99 از نيتف فيلان على جيجا 0 على 1 وجيجا 0 على 2 اهو. هنعمل فيلان 99 هنا اهي اكزيت، ونقول له فيلان 99، وبعدين هنخش على الرينج برضو تاني انترفيس رينج جيجا 0 على 1 داش 2 سويتش بورت ترانك نيتف فيلان 99، خليته فيلان 99. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي هتلاحظ ان في حاجات بتطلع كده وما اعرفش ايه، مفيش مشاكل. وبعدين بيقول لي في سويتش اس 2 اس 3 اعمل شو انترفيس ترانك، هتلاقي ان الدي تي بي غير البورتات لحالتها ايه؟ لترانك، لانها دايناميك اوتو، وانت غيرت اللي قدامها ترانك هتبقى ترانك. على اس 2 واس 3 اعمل فيلان 99 على اس 2 واس 3. يعني هنيجي على اس 2 هنلاقي الترانك بتاعه جه 0 على 1، فنيجي نعمل ايه؟ سي ال اي اهو، ونقول له انيبل، وبعدين كونف تي فيلان 99، وبعدين هنيجي من الاكزت انترفيس جيجا 0 على 1 سويتش بورد ترانك نيتف فيلان 99. تمام. هنروح اليمة التانية نفس الكلام، بس هناك اليمة التانية جي 0 على 2 ده ترانك، فنعمل ايه؟ هنعمل انيبل كونف تي فيلان 99، وبعدين اكزت، وبعدين انترفيس جيجا 0 على 2 سويتش بورد ترانك نيتف فيلان 99. حلو قوي. بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ عايز حاجه تانية؟ هو مطلوب مني حاجه تانية. بعد ما تعمل كده وتعملهم اعمل شو انترفيس سترانك، هتلاقي نيتف فيلان 99. شيك بقى على الريزلت كده اسسمنت ايتمز، هنلاقي كل الخطوات بتاعتنا صح. حد عنده اي استفسار يا شباب في المحاضره بتاعت النهارده؟ حد عنده اي استفسار؟ طبعا عليك انت، لابين اتنين موجودين لسه موجودين عندك هم في اللابات، حضرتك هرفعهم لك دلوقتي. في لابين اتنين موجودين في اللابات اللي هم الترابل شوتينج، هنا في عندنا مشاكل وانت هتخش تحلها. والترابل شوتينج دي اهم كمان من الكونفيجريشن. تمام. الترابل شوتينج اهم كمان من الكونفيجريشن. عندك لابين اتنين فيهم مشكله عن الفيلان وعايزك تخش تحل المشاكل دي. تمام. حد عنده اي استفسارات؟ حد عنده أي استفسار؟ طيب، إن شاء الله ميعادنا يوم الثلاث بتوقيت مصر الساعة 4 فجرا إن شاء الله. أشوفكم على خير يا شباب، أشوفكم على خير إن شاء الله. وعليكم السلام، مع السلامة، مع السلامة.